السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنتكلم عن وجبة اقتصادية للفراخ. الوجبة دي تبقى إن شاء الله مشبعة ومفيدة وتدي نتائج كويسة في الأوزان. زي ما انتوا شايفين كده، احنا جبنا شوية عيش ناشف، ده طبعا بواقي أكل البيت، بواقي العيش اللي بيتبقى في البيت. جبنا كام رغيف طبعا عشان انا عندي الكمية مش كبيرة. طبعا انت كل ما يفيد ما عندك حاجة في البيت ممكن تجمعها وتركنها في ايه، في كيس، تفضل تجمع فيها، تجمع لحد ما تدي معاك كمية، وبعد كده تبتدي زي ما انت شايف كده بتجيب شوية العيش دول وتحطهم. هما طبعا احنا بننشفهم عشان العفن والكلام ده كله ما يجيش فيهم. تجيب رغيفين، تجيب تلاتة، تجيب 10، على حسب اللي انت تقدر ايه تجمعه من بواقي البيت من العيش، بدل ما ترميه في الزبالة لا استفاد منه. طبعا الحاجة دي طبعا بتبقى ببلاش. نجيب شوية العيش ونحط عليهم شوية مية، ونقلبهم كويس. طبعا بياخدوا ايه، بياخدوا بتاع حوالي 10 دقايق كده قبل ما يدوبوا في قلب المية. طبعا انا زودت شوية مية هنا عشان انا هعمل حاجة هضيف عليها اضافات. الاضافة اللي انا هضيفها دي هتسحب المية دي كلها. طبعا العيش ده مفيد جدا للفراخ، بيبقى فيه خميرة وبيبقى فيه ردة وبيبقى فيه طبعا القمح وبيبقى فيه المكونات بتاعته اللي احنا عارفينها كلنا. طبعا زي ما انت شايفين كده احنا زودنا شوية ردة. الردة دي بتمتص المية اللي الزيادة اللي انا عاملها دي. طبعا في انا حاطط شوية اضافات على الردة دي. طبعا شوية الاضافات دي طبعا اللي هي اللي احنا جبناها حطيناها على العيش. طبعا دي شوية كالسيوم على فيتامينات بسيطة خالص محطوطة على الردة. طبعا هنزود طبعا لحد ما ايه، ما المية اللي في قلب الطبق الردة تمتصها كلها. طبعا زي ما انتوا كنتوا شايفين كده كانت المية كتير، طبعا الردة دي بتسحب المية دي كلها. نفضل نقلب فيها كده ونفركها. طبعا زي ما انتوا شايفين الفراخ طبعا يعني هي ليها ميعاد للوجبة بتاعتها، ف يعني عايزين يطلعوا بأي طريقة عشان ياكلوا. بعد كده هنجيب برضو شوية علف. العلف ده علف 21، علف نامي حبة. تمام، العلف ده طبعا احنا بنحطه لازم اساسي، عشان العلف ده طبعا احنا عارفين بيبقى فيه صويا وبيبقى فيه ذرة وبيبقى فيه مركزات، فبيساعد على نمو الايه الفراخ. فالعلف ده لازم يبقى اساسي في الوجبة، ما ينفعش نحط الحاجة دي من غير علف. احنا لو عايزين طبعا نسرع نمو الايه الفراخ. العلف ده زي ما قلنا 21، علف 21 نامي. زي ما انتوا شايفين كده هنحط الايه الاكل للفراخ. والمكون اللي عندنا ده طبعا وفر معانا كتير، ردة، بواقي عيش، وايه، وشوية علف. طبعا احنا منفطرش في العلف. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة الفراخ طلعت هجمة على الاكل، لانك انت المفروض ان انت بتأكلهم بمعاد مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة اخر النهار. تحط لهم الاكل لحد ما يشبعوا الصبح، وبعد كده اخر النهار برضو وجبة على الساعة 3، على العصر كده، على حسب يعني انت ما بتيجي من شغلك 3 4 5 تحط لهم، بحيث ان هم ايه تبقى الوجبة بتاعتهم التانية. طبعا في نص النهار لو عايز تحط لهم حاجة زي اي خضرة ولا بتاع، ده طبعا بيفرق معاك طبعا برضو في الايه، في الاوزان وفي التحويل بتاع الفرخ. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة الفراخ طبعا بتاكل الايه الحاجة دي. طبعا احنا جايبين برضو شوية اضافات هنحطها على المية، ده اسمه كوميت. تمام، ده فيه فيتامين ألف وفيتامين دال وفيه كالسيوم واملاح معدنية.
هنحط شوية كده على المية بحيث يظبطوا الايه، يظبطوا برضو التحويل بتاعنا بتاع الفراخ، لو العظم بتاع بيظبط العظم بتاع الفرخ، عشان يعني بيبقى فيه كالسيوم، بيبقى فيه فيتامينات، وفي بيبقى فيه أملاح. تحط شوية كده على المية، والمفروض جرام على الايه، على اللتر. حطيت طبعا شوية في المسحة وحطيت عليهم شوية المية. طبعا الحاجة دي بتساعدك جدا في التحويل بتاع الفراخ. الفراخ دي فيومي، لو انتوا تلاحظوا هتلاقوا الايه، الفرخ بسم الله ما شاء الله فاير معانا. لو عجبك الفيديو دوس معانا لايك واشترك معانا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.